ويلكم جايز تو ديف سوها تشانل. مرحبا شباب، بونجور صبايا، بتمنى تكونوا بخير. راح نتعرف على تطبيقات بتساعد على متابعة جدول الكهرباء يوميا، وهي خاصة بمناطق رفح وخان يونس. لحتى نحمل التطبيق بنروح على المتجر. إذا كنت من أهالي رفح بتكتب كهرباء رفح، وإذا كنت من أهالي خان يونس بنكتب كهرباء خان يونس. بعد ما تحمل التطبيق، كل اللي عليك تكتب اسم منطقتك بمنطقة البحث لحتى تتابع الجدول الخاص فيها على مدار 24 ساعة. من مميزاته انه سهل الاستخدام، وحتى لو ما كنت متصل بالانترنت راح يحتفظ باخر نسخة للجدول انت حملتها. ما تنسوا تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء، وشاركوني ارائكم في تعليق اسفل الفيديو. ولحتى يصلكم كل جديد، اعمل اشتراك بالقناة واضغط على زر التنبيه. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، ودمتم في امان الله.